بسم الله، السلام عليكم. معكم كافة مدام الشرايبي. تيشرفنا نكونوا في هذا الاحتفال ديال الشباب ديال اللغة الإنجليزية. كان لنا الشرف نكونوا معهم، وتبارك الله كان داكشي في المستوى، وكان لنا حتى التفكير ديال العمل اللي هذا العام هذه السنة ما خدمناش، ويعني تنتمناو من الله هذا سميتو هذا الميدان يتطلق ديال تنكافت وديال الحفلات، لان تبارك الله دي عام وحنا جالسين ما خدامينش، وراه صراحه الله الا كان اكثر من هذا العام راه حاله لا يرثى لها، لان راه الناس بزاف اللي وصلت فيهم للحقيقه. وتنشكروا هاد الاخوان والشباب، وتنتمنى لهم موفقه، مسيره موفقه. معكم هشام الشرايبي، راجل كفى مدام الشرايبي. تنحتفلوا بعد تنكفت باللغه الانجليزيه، وبالنسبه تنتفكروا هذه عام ما خدمنا، وتنتفكروا الخدمه ديالنا، وتبارك الله داكشي كان في المستوى. تنحاولوا حتى هما الناس ديال اوروبا يتفرجوا في هذا الشيء هذا، ونشجعوا الشباب حتى هو هذا باش ما يتنسناش هذا الشيء هذا. وتبارك الله تنتمناو باش الناس ديال اوروبا تتفرج، راه احنا العالم يتفرج في هذا الشيء، وما ان شاء الله مسيره موفقه ان شاء الله، وتبارك الله عليكم. وحنا تيشرفنا كمدينه فاس يبقى هذا الشيء ديال التراث وهذا الشيء ديال تنكافت، تنوفروا الباسي التقليديين داك الشيء بلدي لحقوا وطرقوا، وميادي منصات عماريات لي زاكسيسوار فاسيه، قفطان ديال الخريبه ديال شريف الوزاني، وداك الشيء كل ما تيتعلق بالتراث المغربي والاصاله، وداك الشيء عندنا كل شيء موفر، ويعني السلعه كاينه ومرحبا، واللي بغى شي حاجة واللي هذا مرحبا يجي مرحبا به، وشكرا لكم.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.